سيد عبد الحميد، يعني بالنسبة للمشهد، مشهد الاستفتاء في الخارج، يعني نحن كما نعلم وسائل الإعلام وقنوات الدعاية، دعاية السيسي في مصر في بداية هذه الاستفتاءات تحدثت أن هناك إقبال كبير في الخارج على التعديلات الدستورية. كيف كان المشهد في الخارج؟ المشهد في الخارج ربما هو أكثر وضوحا من الداخل، يعني كون الخارج يعني المصوت أو الناخب في الخارج يختلف عن الناخب الداخل، لأنه لا يخضع لتأثيرات الداخل بشكل كبير، يرى التجارب الديمقراطية في هذه الدول التي يقيم فيها، يعرف من الخارج معلومات عن تأثير الحكم العسكري في مصر وأثاره السلبية والتدميرية على الواقع، وبالتالي طبعا كان يعني نسب التصويت ضعيفة جدا، حتى يقال أن في دول كثيرة مثل ألمانيا ودول حتى في الاتحاد الأوروبي لم يذهب أحد، يعني باستثناء 3 أو 4 أو 5 يعني، وحتى لو كانوا حتى 100 يعني، هذا ليس رقم يعني، يعني في ظل ألمانيا ربما يقيم فيها عشرات الآلاف من المصريين، فإذا ذهب حتى لو 1000 أو 2000 طبعا هذا ليس رقم مقارنة بالعدد المقيمين، وبالتالي طبعا كان موضوع يعني عدم حضور الناخبين في الخارج طبعا لافتا لوسائل الإعلام الدولية، وكان واضحا تماما يعني. الداخل طبعا بلا شك انه هو طبعا تم السيطرة عليه من خلال ما عرف وما تحدثت عنه الصحف الأجنبية، التايمز البريطانية أمس تحدثت عن عنونت تقريرها عن مصر بالقول أن التصويت مقابل الغذاء يعني، وذكرنا هذا العنوان بما كان يحدث مع العراق في فترة الحصار، النفط مقابل الغذاء، وهذا ما تحدثت عنه يعني الكثير من الصحف العالمية حول أن التصويت مقابل الغذاء. نعم 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 يعني، لكن كانت العنوان البارز لصحيفة التايمز البريطانية ان النظام استطاع ان هو يعني في الفترة الماضية منذ الانقلاب العسكري ان هو طبعا تعمد إفقار المصريين بحيث ان هو يسهل عليه قيادة المصريين والتحكم فيها، وهذا ما ترجم في هذا الاستفتاء وما قبله، ان هو رهن المساعدات للناس ورهن صوتهم بكرتونة أغذية.